يقول: سمعت أن من أحسن الوضوء فإنه يغفر الله له ذنوبه، وبأن الخطايا تخرج مع قطرات الماء التي تخرج من أظافره، فهل هذا صحيح؟ وما الطريقة الصحيحة الحسنة لإدراك هذا الأجر العظيم إن صح الحديث بذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت الأحاديث أن الوضوء فيه فضل عظيم، وأن الخطايا تخرج من الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وذلك لأن الوضوء عبادة عظيمة، طاعة لله سبحانه وتعالى، ولأنه مقدمة للصلاة، شرط من شروط الصلاة وغيرها من العبادات التي يشرع لها الوضوء. ويثبت هذا الأجر بالنية، إذا نوى الإنسان بوضوئه هذا التقرب إلى الله والطاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يكتب له الأجر، لكن بشرط أن يسبغ الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يتمه وأن يأتي به على الوجه المشروع، فيثبت هذا الأجر بهذين الشرطين: أولا النية والاحتساب لهذا الأجر، وثانيا أن يتوضأ الوضوء الذي أمر الله تعالى به بأن يسبغه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لم يصل إليه الماء. نعم.